لوحدك ده هيبقى ب75 جنيه الوانه كلها متاحه. اي واحد من دول هيبقى ب75 جنيه، ده هيبقى 75 جنيه تريكو. بصوا ده هيبقى ب75 جنيه بس عند برش، دي برضه هتبقى ب75، تبقى ب75 جنيه، 75 جنيه تريكو يا جماعه. ده ملتون مبطن وعامل 75 جنيه الوانها كلها، ودي هتبقى عامله 75 جنيه ملتون مبطن، ده 75 جنيه ملتون مبطن عامل 75 جنيه. الشياكه دي فرو وتبطين جوه وبره و75 جنيه. الاوفر سايز دي هتبقى ب100 جنيه، بي تي اس ب100 جنيه، ملتون مبطن ب100 جنيه، وهيبقى عامل 100 جنيه برضه، يعني دي ب100. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده عند نايس موضه فيديو البلوزات، ومعانا بادئ اسعارنا حاجات كسر اسعار من اول 75 جنيه. النهارده هيبقى معانا حاجات ملتون مبطن، ومعانا حاجات تريك، ومعانا حاجات كمان فرو بره وجوه كلها سعرها 75 جنيه. النهارده معانا كمان بلوزات عامل لنا على عرض جامد جدا، ومناسبة بقالنا كتير ما صورناش، فعملنا عرض حلو جدا على البلوزات وبعض الميني دريس هناك باسعار حلوه جدا جدا. كل حاجه هنشوفها معانا النهارده، خامات واسعار ومقاسات، العنوان بالتفصيل هتلاقوه متصور في اخر الفيديو، وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه، لينك التليجرام اول تعليق. بس قبل ما ابدا لايك وشير ونبدا الجوله على بركه الله. ازيكم يا احلى متابعين، يوم جديد وعرض جديد من نايس موضه. النهارده هتدمر لنا الاسعار يا عبده. هي اتدمرت اصلا، هي اتدمرت. تمام، هنبدا بيه معانا. بصي ب 75 جنيه، 75 جنيه تيشيرت ملتون مبطن، ملتون مبطن زي ما انتم شايفين، ثبت لنا ايدك، ده هيبقى ب 75 جنيه، الوانه كلها متاحه. تمام، في ايه تاني معانا؟ زي كده حاجه زي كده برضه، عامل كام ده برضه؟ 75. كل ده يا حبايبي 75 جنيه. بص كل اللي انت شايفينه ده 75، اثبت لنا ناخد سكرينات يا عبده. اي واحد من دول هيبقى ب 75 جنيه بالوانه ملتون مبطن. تمام، في ايه تاني معانا؟ انا عايز اقول لهم في اشكال كتير من السويت شيرت ده، اشكال كتيره مش معروضه. تمام، عشان بس وقت الفيديو. حاجه تريكو زي كده عامله كام؟ 75 جنيه بس. 75 جنيه ده تريكو يا جماعه، لا ثبت لنا ايدك كده، بصوا الجمال ده، ده هيبقى 75 جنيه تريكو. بصوا حاجه زي كده برضه، ده اوفر سايز، حط ده يا عبده افرد لنا كده معانا. بصوا ده هيبقى ب 75 جنيه بس عند نايس موضه، حلو قوي، اوفر سايز يا جماعه. تمام، في حاجه زي كده برش برده ب 75، معانا البرش اللي زي كده، بصوا ده لون تاني 75، والبرش دي برده هتبقى ب 75 بالوانها يا حبايبي. كل الوانها موجوده، في حاجه زي كده برده ب 75. لا بتهزر، دي جلد يا جماعه في برش، جلد في برش، افرد لنا كده. لا والكم كمان متطعم معانا جلد، دي هتبقى ب 75 جنيه. تمام، جلد ب 75 جنيه، جلد ب 75، مش عارف اعمل ايه تاني والله. بص حاجه زي كده، دي تريكو وقلب اهو، عشان ما حدش بيعيش من غير قلب. تمام، ب 75 جنيه، 75 جنيه تريكو يا جماعه. تمام، في حاجه زي كده، ده ميكي، بصوا ميكي اعدله لنا بس كده يبان شكله، اظبط يا ميكي بقى معانا ما تكسفناش قدام الناس. بصوا حاجه زي كده، ده ملتون مبطن وعامل 75 جنيه. تمام، الحته دي برضو دي هاي ويست يا جماعه، الارانب بتاعتنا اهي، بصوا بالوانها كلها، ودي هتبقى عامله 75 جنيه ملتون مبطن. في منها الاوفر سايز ب 110، الاوفر سايز دي العادي. تمام، في حاجه زي كده ساده، في حاجات سادة تنفع مدارس وحاجات كده، ده 75 جنيه، ده ملتون مبطن وعامل 75، الوانه برده متاحه. في منه ب 100 جنيه برده، في منه ب 100، تمام، في حاجه زي كده برده 75 جنيه. بصوا ده برده ملتون مبطن عامل 75 جنيه. تمام، كل ده 75، الفرو ده برده ده ب 75 جنيه بجد، ده حلو ده، دي المفاجاه بتاعتنا. بص افرد لنا، بصوا الشياكه دي فرو وتبطين جوه وبره و75 جنيه، ده يتقال له يا بلاش بجد. بص نيجي هنا بقى، في حاجات ب 100 و110. تمام، انا عايز اقول لهم احنا ما جبنا لكوش كل حاجه برده 75، في استندات بره، لو صورت الاستندات دي هتلاقي دمار. تمام، ده كده ب 100 جنيه، ده هيبقى ب 100 جنيه، ده الملتون المبطن طويل. بصوا شياكه، ده هيبقى ب 100 جنيه، ده الطويل المقاس، الوانه برده الوانه متاحه. خامه ثانيه ب 120 جنيه، في خامه ثانيه بصوا انا هزوم لكم عليها، دي هتبقى ب 120 جنيه. 120 جنيه، تمام، الاثنين. بصي دي بقى، ده دي اوفر سايز، بكام دي؟ دي ب 100 جنيه، الاوفر سايز دي هتبقى ب 100 جنيه، دي ب 100 جنيه بس هي خساره اخر قطعه، اخر قطعه والله تحفه، حلو قوي، ده مفتوحه زي الكاب. حلو قوي، دي كاب تعتبر، وب 100 جنيه. تمام، كاب ب 100 جنيه بس اخر قطعه بيقول، اخر قطعه للاسف. ده تمام، طب بتعرضها ليه؟ بتحنسهم بيها يعني؟ لازم انا اعرضها عشان يلحق بقى. تمام، ودي عامله كام دي؟ دي ب 100 جنيه بي تي اس، في منها كل الوانها، بي تي اس ب 100 جنيه، في اسود، في زهري، في بيش، كل الوانها. تمام، كل ده ملتون مبطن بس الخامه اتقل من ابو 75. بص في حاجه زي كده، والمقاس برضه تلبيس احسن، والتلبيس بيبقى اوسع شويه. حاجه زي كده دي ب 100 جنيه برضه بي تي اس، الخامات حلوه قوي، دي برضه هتبقى ب 100 جنيه. في حاجه زي كده، بصي دي الوان، الكم لون، كل كم لون ملونه يعني، والكابيشو لون، والكابيشو لون، ودي عامله برضه 100 جنيه. لا دي 110، ليه ما تخليها 100؟ 110، 130 دي. تمام، تبقى ب 110. دي برضو اوفر سايز اللي قلنا عليها 110، هي زي الارنوب بس شفناها، بس دي استايله اوفر. لا بصوا دي اوفر سايز وعامله 110، بس لحد 85 كيلو، حلو قوي، 110. تمام، بس في حاجه زي كده، دي برضو دي ب 110، دي برضو ب 110. انا عايز اقول لك الخامه بتتقل،
والمقاس بيبقى اوسع. حلو قوي. 110. 110 ده لون تاني من الارنوب وكل الوانه موجوده وتكرارات، كل يعني درجاته كل الوان، كل مره بيتكرر فيها بالوان كده اصلا. 110 في حاجه زي كده. ده ب 100 جنيه ده هيبقى ب 100 جنيه تمام. سويت شيرت ميلتون مبطن ب 100 جنيه ب 100 جنيه بس تمام. الالوان بتتغير برده، الوانه بتتغير نفس لون الكم تمام. في حاجه زي كده، ده اللي قلنا عليه ب 100 جنيه لا اتقل منه. انا اقل منه يا جماعه، يمشي شباب وانس والله. تمام ده هيبقى برده ب 100 جنيه واللارج لحد 3 اكس، لحد 3 اكس وب 100 جنيه. في حاجه زي كده برده، ده ب 100 جنيه، ده وان سايز، ده وان سايز وهيبقى عامل 100 جنيه برده. وان سايز تلبيس زي الدبل اكس، اه يلبس زي 2 اكس زي يعني في اكس وفي 2 اكس. حاجه زي كده دي ب 100 جنيه، دي هتبقى ب 100 جنيه بس، دي تعتبر محيرات بناتي. اه وتلبيسه حلوه فكره. دي تريك، بصي لا ما انا عارفه تلبيس، بس تلبيس برضو زي لارج اكس لارج، ما تطولش عن كده. دي 110 يعني. دي هتبقى ب 110، دي اطول واتقل والمقاس مرتاح اكتر. تمام حلو قوي. يعني دي ب 100 ودي ب 110 تمام. حلو قوي. نيجي بقى للمفاجاه اللي عاملها لنا بمناسبه التصوير، احنا بقى لنا فتره ما صورناش، فجاب لنا دول لينا احنا. عامل لنا حاجات عليها عرض خصم بيوصل لحد 70 و80 جنيه في القطعه. اول حاجه معانا الجاردن زي كده، عامل كده جاردن ده ب 120 جنيه بس، ده ب 120 جنيه جاردن تريكو ب 120 جنيه. لونين في بعض يا جماعه تمام. مش هنتكلم بقى، بصي الوان كتيره اهي. عايز اقول لك تحفه بجد. ده موديل تاني. لا ده عامل 110 120 120 تمام. 120 ده الوانه عامه. بص دي كل درجات الوان، وبص كل دي الوان ليه، منه الوان تاني كتير تمام. في حته زي كده بقى، بص دي عامله كام دي؟ دي 110. دي هتبقى ب 110. لا تفرد لنا من فوق ياخدوا سكرينات. خدوا سكرين. بصوا الحاجات دي كلها هتبقى ب 110 تمام. 120. يعني دي ب 120 ولا ب 110؟ دي 110. دي ب 110. الكارديجان 120. وده هيبقى ب 120 تمام. هنقول لكم على سعر كل قطعه ان شاء الله. حلو قوي ده، والوانه هتبقى تحفه. كلها موجوده. كل درجات الوانه زي ما انتم شايفين كده. بس عشان البهدله ده الكارديجان هو الوانه كلها موجوده. تمام. مش حاجه زي كده، حاجه زي دي برضو. 120 جنيه دي هتبقى ب 120 جنيه. دي المهير. دي مهير. مهير عارفين الصوف اللي هو الناعم اللي بيبقى موبر بوبره بسيطه. الوان اهي. انت تفتح لنا لون فاتح منها عشان الغامق مش باين قوي. قلنا دي ب 100 وكام؟ 120 جنيه. تمام. البلوزه المهير دي هتبقى ب 120 جنيه. 120. عايز اقول لكم ناعمه جدا جدا. حلو قوي تمام. الوانها ايه برضه؟ كل درجات الوان ليها. بصوا كل دي الوان. لسه الترندات جاي. ده اللي هو الثلاث الوان. اه دي 120 برضه. دي هتبقى ب 120 جنيه. دي مشعره في تريكو ب 120 جنيه تمام. دي الوانها برضه اهي. كل درجات الوانها زي ما انتم شايفين. اهي بصوا 120 جنيه يا جماعه. علم مصر 120 جنيه. حاجة زي كده برضه. ايه الجمال ده؟ عامل كام ده؟ ده 150. ده ب 150 جنيه. في منه لونين. كل حاجه موجوده. بصوا تمام. 150 جنيه. الشغل ده لسه جاي يا جماعه، ما نزلش اصلا على التليجرام. بصوا اللون التاني منها حلو قوي. ايه الجمال ده برضو. لا ثبت لنا ايدك بس ثواني. دي 120 جنيه، كانت ب 180 جنيه، دي ب 120 جنيه بس. بدل 180 هتبقى ب 120 جنيه. متطعمه جلد من هنا برضو، متطعمه جلد. حلو قوي قوي تمام. تسلم ايدك. بصي الوانها ايه، في الوان منها يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. بصوا كل دي الوان ليها، وفي حاجات الوان كارديجان اللي صورناه في الاول. اللون عليها 120 جنيه. دي اللي هي ب 120 تلبس زي 80 كيلو. تلبس حلو قوي. لا انا قصدي الناس اللي ما بتحبش الحاجه ماسكه عليها، فهي تلبس 80. برضه اللي فيها فرو بالجلد. الفرو بالجلد الوانه برضه متاحه. اه دي الكم اللي هو الاورجانزا. بقت ب 150 جنيه، بقت ب 100 جنيه. بدل 150 جنيه هيبقى ب 100 جنيه. ب 100 جنيه عندي. بص ب 100 جنيه بدل 150 يا جماعه. الخامه العجينه. الخامة تحفة، والكم كمان اللي هو الأورجانزا يا جماعة، أورجانزا في عجينة كده زي ما أنتم شايفين. ودي قلنا هتبقى ب 100 وكام؟ جميلة جدا. 100 جنيه بدل كام؟ 100 جنيه بدل 150 جنيه. 100 جنيه بدل 150 تمام. بس ألوانها برضه موجودة. الكيس ده كله يا جماعة لسه جاي لنا بعروض جديدة. ألوانها موجودة أهي. الكافيه بتاعها تحفة. الألوان اللي احنا شفناها برضه. الألوان اللي احنا شفناها دي. دي قلنا ب 110؟ اه 110. بص دي ألوان المقلمة أهي. المقلمة ألوان منها. بص الكارديجان دوت ده 120 جنيه. انا عايز اقول لك شيء والله، كان ب 190 جنيه، ب 120 جنيه ده بدل 100. لا ثبت لنا ده، شكله حلو قوي قوي بجد. ده اللي هو المشعر يا جماعه، اللي هو خامته اصلا بتبقى غاليه،
يعني بصوا ده قلنا بدل كام بقى كام؟ ده 120 جنيه بدل 190 جنيه. ده يبقى ب 120 بدل 190. عايزه اقول لكم الكاردجان ده تحفه، حلو قوي، والظهر الجينه ظهره كده، بصوا الجمال ده، اللي هو المشعر يا جماعه، الخامه الناعمه. تمام، ده اللي عرض فعلا النهارده. الوان برضو متاحه منه يا عبد الصح؟ تمام. دي الحته العجينه دي؟ دي عجينه برضو. دي قطع عجينه. دي كانت ب 160 جنيه. ودلوقتي؟ دلوقتي 130 جنيه بس. 130 بدل 160. عجينة. دي بتتلبس بقى تحت الجاكيت. عندي منها تريكو دلوقتي ب 130. التريكو ب 130. دي بقى؟ العجينة؟ هتيجي تقلب في التريكو خالص. تمام، عاملة كام قلنا؟ دي 130 جنيه. 130 جنيه. ده ألوانها برضه. بصوا درجات ألوانها كلها متاحة يا جماعة. لافندر، نبيسي، معانا السيمون، معانا الروس أوصي. رمادي. حلو قوي. درجة رمادي دي برضه. ده بص المين دريس اللي احنا عرضناه من شويه، ممكن نعرضه تاني. تمام، ده مين دريس برضه نازل على عرض حلو قوي. احنا قلنا ده ب 150 جنيه. بصوا المين دريس تريكو عامل 150، لا ثبت لنا اللون الزهري ده. بصوا الجمال ده. بالحزام بتاعه. بصوا بحزامه يا جماعه. بحزامه ماشي. من غير حزامه برضه ماشي. ده هيبقى ب 150 جنيه مين دريس تريكو، تمام. احنا عرضناه في فيديو الثاني وبرضه طلع معانا قلنا نعرضه. في الفيديو اللي فات بس ده شكله مفرقع جاي لنا كده، بس ما علينا. هنشوفه برضه معانا لما شفناهوش في الفيديو اللي فات. ده عرضه ب 35 لوحده. بص الحزام لوحده بيتباع بثمن. ثبت لنا بس قلنا ده يبقى بكام؟ 150 جنيه. 150 جنيه من دريس تريكو، حلو قوي. بالحزام بتاعه يا جماعه. الوانه برضه موجود. والوانه متاحه، ده ما عرضناهوش الفيديو اللي فات. ده بص ده اللي عرضناه المره اللي فاتت برضه. 150 جنيه من دريس تريكو، تمام. بضحي والله. ده الكفتاية اللي احنا قلنا عليه. بصوا كل دي الوان من الموديلات اللي احنا عرضناها. ده نفس المشعر بس لون تاني ولا موديل تاني؟ لا نفس الموديل ده. نفس الموديل. انا عايزه اقول لكم الشياكه. ده ببلاش النهارده بجد، والله الخامه تحفه. يعني بصوا الخامه من هنا، دي اللي هو المشعر الناعم، حلو قوي قوي. الوانه كلها متاحه. بصوا يا الشنطه دي كلها جايه عشان الفيديو النهارده. والله انا ما عارف اطلع ايه. بصوا الوان. بصوا معانا حاجة جديدة اهي. دي حتة مهرة اهي. ايه الجمال ده؟ دي 150 جنيه. تحفة، أنا عايزة أقول لكم المهر ده حاجة ناعمة أوي أوي. يعني لا منها صوف ولا عجينة، حاجة في النص كده. وقلنا عاملة كام؟ 150 جنيه أوفر سايز. موجود منها رمادي. ألوانها برضو متاحة يا حبايبي. لا مقاسها حلو يعني تلبسها كويس جدا. بس عشان ده موديل تاني كده ما نلخبطش الدنيا. ده موديل تاني. اللي هو ده. برضه موديل تاني. ده موديل واللي في ايدك موديل على فكره، ايه الجمال ده؟ لا استنى لنا بقى. ده بيك سايز. قلنا عامله كام دي؟ دي 160. دي هتبقى ب 160 جنيه، بيك سايز 160 جنيه. دي كانت ب 200 دلوقتي ب 160. خامة المهم. تمام، تسلم ايدك. ده موديل تاني برضه. دي حلوه قوي دي. دي برضه ب 160. 160 جنيه، والله تحفه. ومقاسها حلو، والخامة خطيرة، الحاجات دي لوكسيات يا جماعة. دي اتقال لها يا بلاش بجد، عرض حلو جدا. دي كلها الوان اسهم بقى. دي كلها الوان ليهم زي ما انتم شايفين كده. كل ده شغل جاي، تمام. معانا برضو حاجه زي كده، دي لسه جايه. دي تلبيس بناتي بقى. دي ب 100 جنيه بدل 150. دي هتبقى ب 100 جنيه بدل 150، دي مشعره كده حلو قوي. الخامه عامله زي الصوف وهنا مشعر كله. مهير، تمام. دي الوانها. الوان ليها. ده لسه في كيس كمان، ده احنا النهارده عملنا عروض جامده، كل دي الوان ليها زي ما انتم شايفين. ده الوان الكارديجان بس ده ساده خالص. تمام. معانا كارديجان برده ساده زي كده. قلنا ب 120. بصوا الكارديجان ده هيبقى ب 120 جنيه، ده تريكو. كل الوانه برده. اللي هو الكم البومبي برده صح؟ بكل درجات الوانه، تمام. بس كفايه عليكم كده. نيجي معاكم بقى للشميزات، حاجه زي كده. ده الكارو ده ب 180 جنيه. 180 جنيه، ده الجوخه. ده ب 180 اوفر سايز. تلبيس زي كام كيلو كده يبقى؟ بصي 85 مرتاح. زي 85، تمام. ده الجوخ يا جماعه قلنا عامل 100 وكام؟ 180 جنيه. 180 جنيه، اي حاجه جوخ؟ 170 ولا اشكال؟ لا تمام، حاجه زي كده هيبقى ب 170 جنيه. 170 جنيه. ده معاك بالشو كمان 170، تمام. بصي كل الالوان موجوده. كل الالوان موجوده من الكاروهات دي. حاجه زي كده ده ب 150 جنيه. ده ب 150 جنيه. ده اللي قلنا برضه الوانه. تمام، ده جوخ 150 جنيه. ده قصير من قدام وطول من ورا والوانه برضه متاحه. تمام. دي حاجه زي كده برضه دي، دي الوان من اللي لسه شايفينها. تمام. دي كلها الوان. كل دي الوان ليه؟ ده ب 170 بكل الوانه. كل الوانه موجوده. تمام. زي كده برضه 170 جنيه، ده بحزام. بصوا ده بحزام. من غير الحزام ما تاخدوش. ادينا وش طيب. انا معايا الزبائن مش معايا. 170. بيبيع خالص. مع الزبائن يا جماعه. من غير الحزام ما تاخدوش مني. تمام 170. 170 جنيه.
بصوا كل اشكال الشميزات الجوخ هتلاقوها هنا بموديلاتها وتلبسنا لحد 2 و3 اكس. انا هقرب لكم بقى زوم لكم كده نجيب بقيه الموديلات. حاجه زي كده عامله كام يا عبد؟ شميز كارو وعليه حته خط من فوق الاثنين منفصلين، ده ب 220 جنيه في 220 جنيه بتتباع ب 110 تمام موجود. اللي احنا عرضنا ده عرض توينز مع بعض وده 220. دي في حاجه زي كده برده جلد، دي جاكيت جلد او بلوز الكم بتاع بومبي دي 220 برده 220. دي اللي عرضناها برده دلوقتي 150 جنيه بالوانها، دي ب 150 بالوانها. في حاجه زي كده دي 190 اوفر سايز، دي اوفر سايز برده ب 190 جنيه. 190 جنيه في حاجه زي كده تمام. ده 230 230 والجنس من تحت تمام. في ايه تاني معايا؟ 150 الشميز الكروه، ده الشميز اللي احنا جبناه ب 150. ده جاكيت بلطو برده جوخ ومبطن ستان من جوه وعامل كام؟ 300 جنيه بس. 300 جنيه يوميات مكه بدل 350. 300 بدل 350 تمام. ده عجينه تقيل ما علينا، كان في عليه كاردي بس اللي هو في المحل مش عارف ليه شغال كويس. ده ب 120 جنيه، ده ب 120 جنيه وراه كاردي برده جوخ اهو مفتوح. جوخ مفتوح 220 220 في حاجه هو وقع عشان نشوف والله العظيم عارف هو انزل لنا هنا. بصوا حاجه زي كده قلنا يبقى عامل كام؟ ده 220 جنيه، ده يبقى ب 220 جنيه جوخ تمام. في حاجه زي كده برده، بصوا حاجه زي دي برده عامل كام؟ لسه اه جاكيت طويل ده 250 جنيه شمو. 250 شمو تمام. ده حته زي كده دي 200 جنيه، ده ب 200. ده عجينه ولا ايه؟ لسه اه عجينه، عجينه ب 200 جنيه. عجينه برده معلم زي كده في منه كل الوانه، كل درجات الوان. في حاجه زي كده ده ب 160 جنيه عجينه، 160 جنيه عجينه يا جماعه. في كارديشان زي كده ب 190 جنيه من غير الهيكول عشان الناس اللي بتشغل دماغها. 190 من غير الهيكول يا جماعه، من غير الهيكول تمام. في جاكيت زي كده، جاكيت شمو مبطن فرو ده 270 جنيه. طب شمفرو ب 270. جاكيت زي البلوزه القمر دي عامله كام؟ دي ب 165 جنيه. 165 والله الشيك 165 جنيه. دي مهم وتلبس اي مقاس على فكره بتلبس تلبس حلو قوي. في حاجه زي كده جاكيت الشمو ده مبطن ستان من جوه ده 250. 250 ده 270. جاكيت جينز مبطن فرو 270 تمام. احنا معانا هنا الاسعار بادئه من اول 60 جنيه اللي هيكون تمام. نكمل معانا بقيه العرض هنا، هنبدا بايه معانا؟ اجلنا كده بقى. بصي نيجي عند التيشيرت البطوط دوت ده ب 120 جنيه. البطوط ده اللي شفنا زيه بس كان ده خامه ثانيه. خامه ثانيه تمام. في حاجه زي كده دي ب 170 جنيه معلمه من تحت عجينه برده تمام. في حاجه زي كده برده دي ب 180 جنيه. 180 مشعره برده، ده المشعر تمام. بس هي تلبس اي مقاس على فكره تلبسها حلو جدا تمام. السويتشيرت ده تلبسه حد 85 كيلو ب 130 جنيه. 130 في حاجه زي كده برضو دي بلوزه اوفر سايز ده 130 جنيه. دي ب 130 جنيه اوفر سايز تمام. في حاجه زي كده دي برضو ب 120 جنيه، ده ب 120. دي برضو فيها شراشين من تحت هاي وست تمام. في حاجه زي كده قطه، دي القطه دي 150 جنيه. بص القطه دي تريكو اوفر سايز قلنا بكام؟ دي 150 جنيه. دي ب 150 جنيه تمام، بالوانها برده كل الوانها موجوده تمام. في حاجه زي كده ده جاكيت جوخ مبطن فرو من جوه، طب تشيم فرو هاي وست ده برده ده 230 جنيه بس، ده يبقى ب 230 جنيه. والجنس الشياكه ده برده ده 250 جنيه. لا ورينا وشه بقى، ده يبقى ب 250 جنيه، ده نص ونص وطبطين كمان طبطين. بص مش اطفال عامه ولا مش كبار وربنا ياخده في الصغير. حلو قوي ده تحفه. ده برضو ده جبردين، ده جبردين طبطين فرو عامل كام؟ 260. يمشي اطفال ده يعني محيرات، محيرات يمشي انساتي لارج كده حاجه زي كده عامل كام ده برضو؟ 180 جنيه. ده اللي هو الشمواو 280 180 سوري بالوانه برضو. انت كده معانا مش معذبين. لا لا سوري. بص حاجه زي كده، حاجه زي كده ده النص جنس ونص جوخ ده ب 200 جنيه بس الشاكه والله حلو قوي تمام. كل على فكره كل درجات اشكال تمام. اللي جنبه دي تحفه برضه 160 جنيه بس هي. دي حلوه قوي برضه، دي جوخ في الخامه الريب الجديده دي تمام. هتبقى ب 160 جنيه. 160 كل درجات الوانها متاحه ب 160. في حاجه زي كده ده 150 جنيه، ده يبقى ب 150 بس خامه جميله جدا حلوه قوي. ده ميلتون طبطين حلو جدا ده تمام. حاجه زي البوسه جوه ديت كرهات دي ب 190. دي ب 190 جنيه. في السويتشيرت ده 130، في كتابه من الجنبين 130 وكتابه من فوق برضه. واللي جنبه ده ب 200 جنيه، ده ب 200 جنيه. والبلوزه القمر دي 190 جنيه، دي ب 190 جنيه حلوه قوي. حاجه زي كده دي 170 جنيه، دي ب 170. دي برش في شموع تمام. كده خلصت جوله النهارده من نايس موضه. جوله النهارده كانت بلوزات شميزات، وعملنا لكم جوله ثانيه كانت دريس وميني دريس. كل حاجه هتلاقوها على القناه، هسيب لكم لينك التليجرام اول تعليق ورقم للتواصل طول عرض الفيديو. احنا النهارده كنا عند نايس موضه في مول صدناوي، العنوان بالتفصيل هسيب لكم في اول تعليق مثبت. ما تنسوش اللايك والشير واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.
هنيجي بقى العنوان وازاي نوصل احنا دلوقتي. ده مول صدماوي اللي عملنا منه الجوله النهارده. موجود فين؟ موجود في العتبه. وهنوصل له ازاي؟ اقرب محطه مترو هكون محطه مترو العتبه. في ظهرنا ايه؟ ده سنترال العتبه زي ما انتم شايفين. واللي هعمل لكم عليه زوم دلوقتي ده جراج العتبه، والشارع اللي بين الجراج والسنترال ده اللي بنخرج منه من محطه مترو العتبه. هتخرجوا تلاقوا الجراج يمين والسنترال شمال، مول صدناوي في وش السنترال على طول. والشارع اللي في وشي ده كمان في مخرج تاني لمحطه مترو العتبه بس اتجاه شارع علي القصار اللي في وشنا ده، شارع علي القصار، وفي برضه محطه مترو العتبه. هندي ظهرنا على طول للسنترال هنلاقي مول صدناوي في وشنا، مش هتحتاجوا تسالوا حد، مشهور ومعروف جدا في العتبه. احنا هندخل مع بعض بقى مول صدناوي جوه كده زي ما انتم شايفين، ما شاء الله اللهم بارك، كل ما تتخيلوه من ملابس خروج، عبايات استقبال، كرداسه، بيتش اطفال، كل حاجه هتلاقوها هناك موجوده، براندات وماركات والحاجات كمان النص لوكس ده ابراهيم الونش كمان عملنا منه جوله حلوه، اسعاره ممتازه بجد، عنده دخلي ولانجري وعنده كمان بيتش وعنده عبايات كرداسه بتشكيل حلو. نايس موضه بقى في الدور الثاني علوي بعد ابراهيم الونش على طول. ابراهيم الونش طبعا علامه مسجله هناك مول صدناوي، فهتعرفوا توصلوا على طول. ده نايس موضه جنب ابراهيم الونش اللي عملنا منه النهارده الجوله، وهتاخدوا بنفس اسعار الفيديو، وعملت لكم جوله تانيه بلوزات هتلاقوها موجوده برده على القناه باسعار حلوه جدا وخامات كويسه جدا. يا رب تكون الجوله النهارده عجبتكم، ما اكونش طولت عليكم. لينك التليجرام هتلاقوه موجود لو حابين تشوفوا موديلات اكتر واكتر. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.